في سورة آل عمران في قصة أحد، قال الله تعالى: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا على ما أصابكم. وهذا أمر عجيب، فإن المفسرين وقفوا حيارى عند هذه الآية واعتاصت عليهم، وليس هنالك يعني من أشار إلى المعنى الدقيق الصحيح، ربما يكون الرازي أشار إليها من بعيد، وذلك يعني أنهم التفتوا إلى الباء وقالوا إن معناها أثابكم غما بدل غم، ولكنهم لم يربطوا بين هذا وبين لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا على ما أصابكم، لأن ظاهر الآية أو معنى الآية في الظاهر أنه ابتلاكم بغم مع غم، طيب، أو غم يتبعه غم لكي لا تحزنوا، وهذا لا يكون لأول وهلة أن يقال إنني آذيتك مثلا أو ابتليتك بكذا بمصيبة من المصائب لكي لا تحزن، لا يفهم هذا إلا على هذا الآن التصوير والتفسير الذي سأذكره أو هذا المثال الذي سأذكره الآن. وذلك أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة أحد ومن معه من الصحابة حصل لهم في أول الأمر شيء من يعني في وسط المعركة حصل لهم شيء من الهزيمة، لأن الرماة كانوا على ذلك الجبيل الصغير ثم نزلوا، فحصل بعد ذلك أن استغل المشركون الموقف وحصل للمسلمين ما حصل لهم. فكان هذا مسببا لهم غما شديدا، فهذا هو الغم الأول فلنحفظه، يعني هذا هو الغم الأول الذي أصاب المسلمين يومئذ. ثم جاءهم خبر بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قتل، فنسوا القضية الأولى ونسوا الهزيمة، وذهب من نفوسهم الغم الأول واشتغلوا بهذه المصيبة الكبرى التي هي قتل أو موت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعركة فيما أشيع طبعا نعم. فحتى قالوا يعني ما ليس لنا بعد ذلك يعني حياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولماذا نبقى إذن؟ ثم جاءهم خبر أو مخبر يخبرهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي ولم يصب بذلك الأذى الذي أشيع، ونادى المنادي بذلك، ففرحوا فرحا شديدا نسوا به الغم الأول والغم الثاني. فكان يعني هذا يعني مثالا صادقا على ما ذكرناه من المثال المتعلق بالحياة. ولو أن علماء النفس اشتغلوا بمثل هذه الأشياء، وما أدري لعل هذا يعني قد يكون وارد، لعل هذا أمر موجود عندهم، فإنه نوع من العلاج، حتى لو كان على سبيل الإخبار الكاذب بأن أو الإخبار الوهمي بأن شيئا حصل وهو لم يحصل ثم يرفع، لأن كثيرا من الأشياء التي تعتلج في النفس ترفع بكلمة واحدة، والإنسان ضعيف في هذا الباب، فكلمة قد تودي به إلى القبر وكلمة قد تحيه يعني وهو كالميت. فنعود إلى الآية يعني لنقول الكلمة التي قلناها من قبل، يجب أن تكون هذه الآية وما في معناها منهج حياة للمسلم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، فهذا فيه قانون السعادة ودستورها، والله تعالى أعلم.